كيف ترد على من فسر أعمال الصيانة بالسفارة السعودية في دمشق بأنها تمهيد لعودة العلاقات بين البلدين؟ أعتقد أنهم يقرؤون في مثل هذا الأمر أكثر مما فيه من مما هو متاح للقراءة. كما قلت إن عودة سوريا إلى المنظومة العربية ستتم لاحقا، يعني سابقا أو لاحقا، sooner or later، عاجلا أم آجلا ستتم هذه العودة بشكل أو بآخر. لكن في الوقت الحاضر لا أرى مؤشرات تدل على أن هذا الأمر وارد في المستقبل القريب. مسألة الصيانة لمباني السفارة السعودية تتم حسب برامج معدة سلفاً لصيانة كل مباني السفارات والبعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية. الآونة الأخيرة شهدت تقارب بعض الدول العربية مع نظام الأسد، هل باتت عودة دمشق إلى مقعدها بالجامعة العربية مسألة وقت؟ هي مسألة وقت، بمعنى أن المكان الطبيعي لسوريا هو العودة إلى مقعدها في الجامعة العربية، والإجراء الذي اتخذ بتعليق عضويتها هو إجراء بطبيعته مؤقت يزول بزوال الظروف التي أدت إليه. طالما استمرت الحرب الأهلية في سوريا، وطالما استمر النظام السوري في اضطهاد مواطنيه وفي قتلهم وتشريدهم وتهجيرهم، وطالما سمح النظام السوري لأرض سوريا أن تستباح من قبل حزب الله ومن قبل فيلق القدس الإيراني ومن قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فعندئذ يصبح الظرف الذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا مستمرا وقائما. لكن إذا تغيرت هذه الظروف فنحن سنكون أشد الناس فرحا بعودة سوريا إلى المجتمع العربي. هل هذه الظروف تعني رحيل نظام الأسد مقابل عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ نظام الأسد يرحل أو لا يرحل، هذا الأمر متروك للشعب السوري ليقرره. لا يمكن لي ولا لأي جهة أخرى من خارج سوريا أن تسعى إلى فرض أي إرادة على إرادة الشعب السوري. نحن نقول أتيح للشعب السوري الفرصة أن يعبر عن نفسه وأن يختار قيادته وأن يتصرف على هذا الأساس. وعندئذ إذا تم هذا الأمر فأي اختيار للشعب السوري سيكون محل احترام وتقدير من قبل المجتمع العربي بأكمله.